الحصول على 9 نقاط في أول 3 جولات أنا أعتقد أنها من أهم المكاسب، لأن البداية تحدد شكل الفريق. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني أنا أعتقد أنه الأهلي أكيد تغيير جلد كامل، عائد من دوري يلو، عنده حالات نفسية الآن وضعه بالعكس. حالات نفسية كيف؟ العودة من الدوري يلو يعني أكيد أنه لها تأثيرات على الفريق، بالتالي تشكل ضغط على الفريق. الآن تغيير الكامل، استقطاب هؤلاء النجوم، الأهلي في بحبوحة من العيش. ما عدا ينقصه اللاعب لاعب A واللي أتمنى أنه يكون محمد صلاح بس. طيب